والشرط يأتي غيدنا المصنف في دي شرحة لا. والشرط يأتي خير الكلام ما قل ودل. والشرط يأتي معنى من المياتي مازال مازال بلك واحد سبعة شهور باش نضر غرص نقطة يجي كان إنه هو الشرط يأتي صفي القمر ذي البنغ والشرط يأتي. ولكن متى يأتي؟ في مصنفه حينما تحدث عن المخصص، حينما تحدث عن المخصص ذينا تحدث عن الشرط. ولكن كنت نصرى جوال سبعة شهور هيد نشرح كانتونا هيد نشرح كانتونا ذا شو الشرط. الشرط أمر جعله الشارع مكملا لأمر شرعي لا يتحقق إلا بوجوده، وقيت عارف الشرط. وهو أيضا نوعان ألف وباء، شرط مكمل للحكم نغ شرط مكمل للسبب. شرط مكمل للحكم نغ مكمل للسبب. مرس المكني المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والكذي العويد نغنسع الشروط، شروط أما ذي عقود الزواج أما ذي عقود البيع أما ذي عقود الإجارة الشروط حنسيون سكرايات أبري واحد السمانة يموديفي كلش يموديفي كلش سيارة العقل. الشيني لا تملك الرقابة، أنا أملكها، أنت تملك المنفعة. عقد الإيجار هو عقد المنافع. أبا باش تخدم ما تموديفي غير قد شي وراه ذا قال سيول القانون ميم الكودس نسيول. لذلك الدوس يدوس دون رزداف ميم القانون ذي حضر يدنا أغي عيون مش غير عيون باش خاطر ثورة كنا نستخدم لي كود نستخدم لي لوا صافي باش نظهر مين بالقانون اسكو يوفق الشريعه ولا يوفق راه ما تصل الفائده غدناوي مين بالقوانين خاصنا ندير الميزان انظر شو القانون يخلف شو القانون يوفق. يلا اذا الشرط شرحنا عرفناه وهو نوعان، ألف شرط مكمل للحكم كالطهاره، الطهاره شرط لصحه الصلاه. وقيل مثال في كثيرة قبل حين ثورة إلا ما بقى النوع الثاني شرط مكمل للسبب. يا أخي اللي غاوند بلوغ النصاب ملكية النصاب سبب لوجوب الزكاة نغلا. مثلا خويا الحاج يسعى النصاب يسعى 85 غرام من الذهب يسعى 595 فضة يخص في الحاجة ذا شو يخص؟ يخص الشرط السبب يسعاف يسكا يزكي يماش 200 مليون ثورة يسعى 200 مليون يسكا سينزكي شنو زكي غير السبات لا الشرط ولاش باش نتعلم الضبط ضبط المصطلح. السبة السبب يسعى مور تزكي راه يوم التزكية راه يخص الشرط لا شو الشرط بارك الله فيكم صافي وقي قرناس شرط مكمل للسبب باش يزكي ما إلا ولاش الشرط يسعى كان السبب لا يزكي شرط مكمل للسبب وهو حولان الحول. ثوران كملية مثلا أدروح المانع وثلاثة المانح